وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء الودي الاستعدادي للموسم الجديد. مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي ممتاز، اولى تجربه للموسم الجديد سيلعبها من خلال مقابله الفريق السعودي العريق الهلال الزعيم الذي هو الاخر يستعد لموسمه الجديد، وكل ينظر الى ما لديه من اهداف كبيره سواء للقائد ياسر القحطاني او للقائد كومباني الذي يريد المنافسه هذه المره ليس على الصعيد المحلي فقط، ليس على الصعيد البريمير ليج فقط يا كومباني، باتت الطموحات اعلى، الطموحات اكبر للسيتي ان يلعب في دوري الابطال، ان يفوز في دوري الابطال، هذا الشيء الذي يطمح اليه فريق روبرتو مانشيني الذي يلعب نزال اليوم باسماء اساسيه في اكثر من نصف الفريق الاساسي موجود في مباراه اليوم، ولكن مع بعض الغيابات البارزه ايضا عن اللاعبين اللي لم يشاركوا في مباراه اليوم، هم اللاعبين اللي كانوا اساسيين في بطوله اليورو الماضيه. روبرتو مانشيني بعد أيام بسيطة من تجديد عقده مع مانشستر سيتي لخمس سنوات قادمة، وهو الذي فاز بالبريمير ليج واسكت كل النقاد أو كل المشككين في قدرات المدرب الإيطالي، الهلال هذا اليوم يسعى مع مدرب جديد هو الفرنسي أنطون كومواريف الذي كان مدربا للبي اس جي، جاءوا به من أجل آسيا ولا شيء غيرها، ملوا من الانتظار، باتت لهم الرغبة الآن أكثر من أي وقت مضى في الفوز ببطولة آسيا، لذلك الصعيد نقول الاستعدادات على صعيد كبير جدا للفريق الأزرق من أجل أن يكون في أفضل درجة من الاستعداد قبل الموسم الجديد. تشكيلة الفريقين في مباراة اليوم، الهلال يلعب بخالد سراحيلك في حراسة المرمى، نامي على جهة اليمين يحيى مسلم الصفقة الجديدة القادمة من الرايد، عبد الله الدوسري في وسط الدفاع، الزوري على اليسار في وسط الملعب، عادل هرماش سلمان الفرج، سلمان عبد الله الفريدي، ياسر القحطاني العائد بجانب سعد الحارثي في القائمه الاساسيه للفريق الازرق. السيتي يلعب نزال اليوم في الكثير من الاسماء المهمه، ولكن مع بعض الغيابات الهامه ايضا للسيتيزنز في نزال اليوم، بانتيليمون، كريم رفيق، كومباني، زابالتا، يا توري مع بيتون، الكسندر كولاروف، لوبيس، ادم جونسون، تيفيز، وايدين جيكو، بينما في الصورة المهاجم السعودي الأشهر ياسر القحطاني وهو قائد الهلال والذي يعود إلى الهلال بعد أن كان معارا في الموسم الماضي مع العين الإماراتي وقد قاد فريقه العين لأهم بطولة في الإمارات، بطولة الدوري المحلي، وبعد ذلك يعود الهلال من أجل أن يسعى إلى قيادة الإنجازات الكبيرة ولمواصلة المشوار سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد القاري. كرة للأمام، محاولة فريق السيتي، بطبيعة الحال الكل يعلم أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 سنة كانت فيها أنصار ينتظرون لقب البريمير ليج، نعم اللقب جاء وفاز المان سيتي في الوقت الحاسم وفي الوقت الصعب وفي الثواني الأخيرة في مباراة كيو بي آر إن كنتم تذكرون، لذلك أصبحوا هم أبطال إنجلترا وباتت لهم الرغبة بالمنافسة على الصعيد الأوروبي. كرة على اليسار، اسكابوتي الإيطالي يحاول المرور مع نامي، فرصة للسيتي، تمرير كرة لكولاروف ولمسة لكن سهل عن سراحيلي، حلوة للسيتي، الدقيقة الثانية من المباراة تلاحظ كولاروف الذي يأخذ الصفة الأساسية في مباراة اليوم بالنسبة للسيتي، لمسة من جانب الفرج، يلعب كرة في وسط الملعب، عادل هرماس في الكرة للخلف، الهلال مع المدرب أنطون كومبواريف المدرب الفرنسي الأول في تاريخ الهلال، المدرب الفرنسي الأول في تاريخ الزعيم الذي يدرب الهلال بطبيعة الحال، أول مدرب فرنسي هو كومبواريف، الآن يسعى لأن يجد مع فريقه الجديد لقب ربما أنه تم وضعه هو الشيء الأهم في مسيرته كمدرب للهلال والبطولة الأهم في مسيرته مع الزعيم، أن يروض البطولة الآسيوية المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات انتظرتها جماهير الهلال من أجل لقب آسيا. كرة في وسط الملعب إلى الفرج، لا شك أن مباراة أمام فريق بطل الدوري الإنجليزي لها أهميتها للفريق الهلالي بطبيعة الحال على مستوى الاحتكاك مع هكذا نجوم، على مستوى كسب خبرة مع هذه الأسماء أمام أسماء بقيمة يايا توري ورفاكا. كرة في وسط الملعب، عودة مرة أخرى لآدم جونسون،
آدم جونسون كان في قائمة المنتخب الإنجليزي في اليورو لكنه لم يلعب أي مباراة مع روي هودسون. كرة تمريرة باتجاه تيفيز على اليسار، فرصة لمصلحة كولاروف، خطيرة للسيتي وكرة عرضية لكن الدفاع يتدخل. برافو التغطية من جانب الفرج بدون تركيز بالحارثي بعيد عن نامي، وكرة في الأخير إلى رمية جانبية لفريق مان سيتي. رمية جانبية لألكسندر كولاروف. مانشستر سيتي سيلعب هذا في الفترة القادمة خمس مباريات ودية قبل بداية البريمير ليج، أهمها ستكون ضد الأرسنال قبل أيام من انطلاقة الموسم الكروي الإنجليزي. كرة ممتازة، محاولة من جانب جونسون ولكنها بعيدة كل البعد عن مرمى سراحيلي، وفي الأخير الكرة إلى ركلة مرمى للهلال. الهلال وصل إلى الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال آسيا وسيقابل فريق أولسن الكوري، ولذلك فإن الفريق الهلال الذي يعمل أو يقوم بعمل معسكر تدريبي كبير في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد، وبطبيعة الحال بذات الأهمية ربما لمباراة أولسن الفريق الكوري الجنوبي. كرة محاولة في وسط الملعب لمصلحة إسكابوتزي. ديفيز لمسة من جانب الفرج لسعيد، الكرة لكارلوس بالخطأ، الكرة إلى سعد الحارثي بعيدة وكانت من الفريدي بعيدة وإلى رمية جانبية. الرقم 15 على أحمد الفريدي هو الرقم الذي ربما اشتهر به يوسف الثنيان، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم العربية والآسيوية وليس فقط السعودية فقط، ولذلك فإنه الفريدي بطبيعة الحال يحمل رقم ثقيل جدا واسم ثقيل جدا لا يعوض غيابه، ولذلك فإنه مطالب بأن يكون أن يملأ هذا الفراغ الكبير جدا. كرة فيها خطأ على عادل هرماش. الكثير من الأخبار متعلقة بالفريق الأزرق بالمعسكر الأزرق، ولا نعلم ما إذا كان سيستمر بهذه الأسماء بنفس الأسماء الأجنبية الموجودة حاليا. كرة إلى زابالتا، محاولة إلى تيفيز، كارلوس يحاول مرور البحث عن حل. زابالتا في جهة اليمين يعود بالكرة إلى الخلف، يايا توري صاحب الهدف الحاسم في مباراة نيوكاسل كان له أهمية على مستوى الدوري. كرة خاطئة بالفريدي على جهة اليسار سكابوتزي. السيتي يحاول على الجبهة اليسرى، الفرصة متاحة لمصلحة مان سيتي. بيتون عودة من جانب ماركو لوبيز، خاطئة يستعيدها ياسر القحطاني، انطلاقة هلالية، محاولة الآن في وسط الملعب. القحطاني تمريرة مثالية باتجاه الفريدي، هذه كرة خطيرة للهلال على جهة اليمين، الفريدي يلعب كرة، كومباني يتدخل، خطيرة كانت للهلال. أولى المحاولات الزرقاء كانت من ياسر، لمسة خطيرة من الفريدي لكن الدفاع تدخل مرة أخرى. كرة عرضية لكنها بعيدة، أقرب لمدافع السيتي على جهة اليسار باتجاه زوري يحاول المرور أمام آدم جونسون. زوري يعود بالكرة إلى الخلف، سليمان عبد الله يعود بالكرة لزوري مرة أخرى، ممتازة من جانب عادل هرماش حكم المباراة، يعطي مبدأ الأفضلية للزعيم الكرة بعد ذلك لأحمد الفريدي. تمريرة ممتازة الوانتو مع الفريدي وكرة إلى ياسر القحطاني، الفريدي الوانتو جميلة والقحطاني يمر، محاولة لا زالت خطيرة، يعود بالكرة إلى نامي، فرصة متاحة لهلال مرة أخرى على جهة اليمين، فرصة لمصلحة الفريدي لكنها بعيدة، كانت من سعد الحارثي بعيدة عن مرمى السيتي. كرة كانت متاحة للهلال اللي بدأ يتنفس بلغة كرة القدم ويجد له بعض المساحات وبعض الفرص. جانب من الحاضرين في مباراة اليوم في ملعب تيفولي في مدينة أنسبروك النمساوية، أين يقيم السيتي معسكر لاستعدادا للموسم الجديد. بطبيعة الحال الهلال قريبا من هذه المدينة في ألمانيا، هو يقيم معسكر ويستعد للموسم الجديد. كرة تعود مرة أخرى لمصلحة كريم رقيق، اللاعب الهولندي ذو الأصل المغربي، توري في وسط الملعب، تمريرة باتجاه تيفيز، تيفيز يحاول المرور لكن التغطية أمامه. الفرج يعود بالكرة للخلف باتجاه نامي لكنها أقرب لكولاروف، صراع بدني بين اللاعبين، وبعد ذلك حكم المباراة يشير إلى خطأ ضد ألكسندر كولاروف الذي لم يعجب بقرار الحكم بعد التدخل أمام محمد نامي في الكرة الماضية. نامي يعود للتشكيلة الأساسية، الهلال بعد ذلك كان غائبا في منتصف الموسم الماضي، وهذا الغياب الذي كان له تأثير سلبي على الفريق الأزرق على مستوى الجبهة اليمنى. كرة خاطئة استعادها مرة أخرى عادل هرماش، لمسة إلى تيفيز، يايا توري في وسط الملعب، كريم رقيق يلعب الكرة لكومباني، زابالتا إلى تيفيز،
بعض الجماهير الحاضرة في مباراة اليوم وازنة بطبيعة الحال. لنكون منطقيين أكثر للسيتي، لشهرة السيتي أكبر، ولكن بعض السياح الخليجيين حاضرين لمؤازرة الهلال في مباراة اليوم أو متابعة فريقهم وآخر أخباره وآخر ربما نقول تطورات معسكرة المقام حاليا في ألمانيا. كرة لآدم جونسون في وسط الملعب، تمريرة بينية ممتازة من الفريدي، يقرأها بشكل جميل ياسر القحطاني. القحطاني يحاول على الجبهة اليسرى. الهلال أيضا عند الكثير من الأسماء الأساسية تلعب في مباراة اليوم، يعني أن كومبوريف يعطي الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في مباراة اليوم للوقوف على استعداداتهم قبل انطلاقة الموسم وقبل اختيار التشكيلة المثالية للهلال مع المدرب الفرنسي الجديد. هذا هو كارلوس تيفيز. الأباتشي، كثير من الأخبار تتحدث عن تركه لسيتي وانتقاله للميلان. كانت الكثير من الأخبار أيضا ربطت انتقاله إلى انتر ميلانو بالنسبة لكارلوس تيفيز، لكنه لا يزال مهاجما للسيتيزنز، وربما أنه يستمر حتى في قائمة روبرتو مانشيني السنوات القادمة، على الرغم ما حدث بينهما من مشاكل كانت صعبة على مسيرة السيتي. وهذه كرة على جهة اليسار مصعد كولاروف، يلعب كرة عرضية خطيرة، لكن صراحية تدخل ممتاز، يبعدها بقبضة اليد إلى زابريتا. الفرج يقرأ، يمر الكرة، سليمان يلعب الكرة إلى الأمام، الحارثي في انطلاقة هلالية الآن، محاولة أربعة مهاجمين هلاليين، ثلاثة مدافعين من السيتي، كرة الفرج على جهة اليمين، كرة عرضية خطيرة وتسديدة تمر خطيرة للحارثي، ضاعت من الهلال. أولى الفرص ربما الخطيرة على مرمى السيتي كانت من جانب سعد الحارثي، كان بالإمكان أفضل من ما كان في لقطة الحارثي الماضية. لاحظوا التسديدة التي مرت بمحاذاة القائم الأيمن. الفريق الهلالي بدأ يجد نفسه بالفعل في مناطق السيتي. نعم، وأن السيتي ربما الكل يعلم أنه غير حريص على نتيجة مباراة اليوم، لكن في ذات السياق لا يريد أن يكون يعني أو لا يريد أن يخرج مباراة اليوم بخسارة بالنسبة للسيتي، وهو الذي يلعب بفريق أكثر من نصف عناصر أساسية. كرة تعود لمصعد كريم رفيق، يايا توري في وسط الملعب، لمسة إلى الأمام سكابوزي، لكن عادل هرماش يفتك الكرة يستعيدها باتجاه ياسر القحطاني. الوانتو جميلة في وسط الملعب لنامي، نامي يعود بالكرة للخلف، عادت في وسط الملعب لمصلحة عادل هرماش. الهلاليين الحقيقة قاموا بتعاقد مهم مع المدرب الفرنسي كومبوريف، لديه حقيقة اسمه في كرة القدم الفرنسية وعلى مستوى على الصعيد الكرة الفرنسية. كومبوري له شهرته وله امتيازاته كمدرب، يملك شخصية قوية بالنسبة لكومبوري، هو الذي كان قد صعد بفالنسيان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ثم تثبيت الفريق في بين كبار فرنسا قبل أن يتوجه إلى أهم محطات تدريب باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي الكبير، ومن ثم الفوز معه ببطولة الكأس قبل أن ينطلق منصبه لكارلو أنشيلوتي الذي بات يدرب الفريق الأغنى في فرنسا على الإطلاق. كرة تعود عادل هرماش. الهلاليين يقومون بمعسكر مهم في ألمانيا استعداد الموسم الجديد. الفريق الأولمبي أيضا يقوم بمعسكر في النمسا، يعني أنه الفريق الزعيم يقوم بأفضل درجة ممكنة من الاستعداد للموسم الجديد، سواء على صعيد الفريق الأول أو على صعيد الفريق الأولمبي، وهو الذي اتفق اليوم، تم إعلان اتفاقه مع إنسان على عقد جديد يقوم بموجب الاتحاد الإسباني للعبة لكرة القدم بالإشراف على مدرسة الهلال. هذا لا يؤكد لك إلا شيء واحد، أن مسيري الفريق الأزرق يريدون أن يكون فريقهم في أفضل درجة من الاستعداد وفي ونقول في احترافية عالية، يدار باحترافية عالية جدا. زوري الفريدي، تعود الفريدي مرة أخرى في وسط الملعب إلى عادل هرماش. الهلال يمسك الكرة بشكل جيد في هذه الأثناء، كرة إلى نامي بدون تركيز بعيدة عن القحطاني، رمية جانبية للسيتي. السيتي لم يعلن بعد عن صفقة جديدة، ولكن بطبيعة الحال أنصار السيتي يتأكدون ربما أو هم واثقين أكثر من ربما حتى من أنصار الفرق الأخرى على أنه فريقهم إذا لم يقم بضم لاعبين نجوم جدد، نجوم على مستوى عالي، فعلى الأقل لن يتخلى عن الأسماء الكبيرة الموجودة في الفريق الحالي، ربما باستثناء دي بايور اللي ربما قريب جدا من الانتقال بشكل نهائي إلى سبيرز توتنهام. كرة تعود
كريم ركيك اللاعب الهولندي مغربي الأصل، وهو اللاعب الذي كان أصغر لاعب أجنبي مثل السيتي، كان في مباراة ضد بيرمنغهام سيتي في بطولة الكارلينج. بعد الكرة عن زاباليتا، قائمة البدلاء في فريق الهلال، خسر لقب الدوري هل في الموسم المنصرم لمصلحة الشباب وحل ثالثا في الدوري، ولكن ربما أن الهلاليين يدركون تماما أنهم شبعوا من الألقاب المحلية، وأن ما يهمهم على الإطلاق هو تحقيق بطولة الشامبيونز ليج الآسيوية، ولذلك فإنهم يسعون بكل قوة للفوز بهذا اللقب. وربما أنه فيما لو استمرت الأمور على حالها بهذا الاستعداد القوي، ربما أنها مسألة وقت. كرة تعود، تغطية وتدخل، وحكم المباراة يشير إلى خطأ للسيتي. نعم، خطأ لمصلحة السيتي على عبد الله الدوسري، كان في تغطية في اللقطة الماضية، وبالتالي فينومان سيتي يحصل على خطأ. السيتي ضد الهلال، ثم ضد درسن الألماني، ضد بشكتاش بعد ذلك، وضد أرسنال، وأخيرا ضد منتخب ماليزيا. كل استعدادات السيتي للموسم الجديد ستكون مباشرة وحصريا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية حتى انطلاقة مباراة الرسمية الأولى في البريمير ليج. هذه فرصة متاحة لألكسندر كولاروف، القدم اليسرى المركزة على المرمى ألكسندر، وفرصة متاحة لكنها في الجدار الدفاعي. تعود مرة أخرى باتجاه زاباليتا، مرة أخرى آدم جونسون يحاول مرور، جونسون يلعب كرة لمسة الوانتو، لكن التغطية الدفاعية بعد ذلك، كرة إلى رمية جانبية لألمان سيتي. مهم جدا على اللاعبين بالذات صغار السن عندما يقابلون فرق من هذا الحجم على الصعيد الأوروبي، وفرق لها قيمتها العالمية بطبيعة الحال، صغار السن من الطبيعي أن يكسبون ثقة أكبر عندما يلعبون مثل هذه المباريات. كرة ممتازة من جامل الفريدي، الفرج إلى القحطاني، لكن التغطية والعودة بعد ذلك. عبد الله الدوسري في وسط الدفاع يلعب الكرة إلى عادل هرماش، دوسري تمريرة في وسط الملعب الآن ممتازة من جانب سلمان الفرج، محاولة مرور للفريق الأزرق كانت من جانب سليمان عبد الله، مرة أخرى إلى عادل هرماش يبحث عن حل، يلعب الكرة إلى الخلف وسط الملعب الآن باتجاه الفريدي. ربع ساعة لعب في الشوط الأول، أحمد الفريدي يحاول تمرير كرة بينية، لكن الدفاع يتدخل. أقرب إلى ياتوري، ياتوري يلعب الكرة باتجاه تيفيز، انطلاق الآن، محاولة على جهة اليسار خطيرة لمصلحة السيتي. سكابوتزي يحاول مرور بتمرير كرة إلى كولاروف، يلعب كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل، وبعد ذلك إلى الركنية الأولى في المباراة لمانشستر سيتي. تغطية عبد الله الدوسري في اللقطة الماضية بجانب يحيى مسلم في وسط الدفاع، بطبيعة الحال كل يعلم أنه الهلال تخلى عن نجمه أسامة هوساوي لمصلحة أندرلخت البلجيكي، انتقل المدافع السعودي المتألق إلى الدوري البلجيكي لأندرلخت. وكرة محاولة الآن، فرصة متاحة لمصلحة السيتي خطيرة، لكنها تبعد، تعود مرة أخرى لألكسندر كولاروف، يلعب كرة لكن أيضا تمر بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس خالد سراحيل. حلوة محاولة ألكسندر كولاروف الذي يتنافس مع جيل كليشي على المكان الأساسي في قائمة السيتي. كرة طويلة الأمام الجانب سراحيلي، محاولة هلالية باتجاه ياسر القحطاني، تغطية من جانب رقيق، تعود الكرة لألكسندر كولاروف، ضغط عليه من الحارثي، تعود بعد ذلك للحارس بانتي ليمون. جوسل بانتي ليمون هو الحارس الثاني في قائمة السيتي بعد جو هارت الغائب عن مباراة اليوم. لمسة باتجاه ألكسندر كولاروف، كولاروف تمريرة ولكنها أقرب لنامي مع وجود حالة تسلل على كارلوس تيفيز، تنفذ مباشرة إلى سلمان الفرج، محور ثاني بعد عادل هرماش في وسط الملعب بالنسبة للهلال. الكرة تعود بعد ذلك للفريدي، عودة إلى هرماش وسط الملعب، كرة على جهة اليسار، تمريرة باتجاه الزوري. 17 إلى 18 دقيقة لعب في المباراة، الأصفار لا زالت باقية. الفرج يعود إلى عادل هرماش، الفريدي إلى هرماش مرة أخرى، صاحب اللمسة الساحرة حقيقة أحمد الفريدي، لاحظوا التمريرات المتقنة
للنجم احمد الفريدي، كره خلف المدافعين باتجاه القحطاني، لكن التغطيه ممتازه باتجاه الزوري. وبعدها الدفاع اقرب لمصلحه ادم جوسن. ادم جوسن يلعب كره في وسط الملعب لمصلحه ماركو لوبيز. زاباليتا، السيتي كان خاسرا لقب البريمير ليج حتى الامتار الاخيره وحتى الثواني الاخيره في مباراه ضد كيو بي ار، قبل ان يتمكن اللاعب الذي من الممكن اعتباره لدى انصار السيتي لاعب وزنه من ذهب بالنسبه للمتالق سيرخيو اغوير، والذي سجل هدفا حاسما لفوز فريقه او قاد من خلال فريق الفوز ببطوله الدوري الانجليزي للمره الاولى منذ اكثر من 40 عام. المره الاولى منذ اكثر من 40 سنه انتظرت فيها جماهير السيتي لقب البريمير ليج، الان وصل في العام 2011 وموسم 2011-2012. كره ممتازه الان، محاوله باتجاه توري، لمسه عوده الى القرب باتجاه كولاروف، لكن الزعيم الازرق الفريق الذي يملك بطبيعه الحال شعبيه جماهيريه كبيره جدا ليس على مستوى المحلي فقط ولكن على مستوى حتى الصعيد العربي بالنسبه للهلال. حقيقه هذا الشيء اللي يجعل الجماهير الكبيرة العريضة تواصل الضغط على كل من يأتي ليدرب الهلال، على كل رئيس نادي يأتي ليكون رئيسا للهلال، أن يطالبونه دائما بالألقاب بالنجاحات. بطبيعة الحال هذه الامتيازات موجودة لدى الفريق الأزرق، وإلا ربما فإن الجماهير تصب جام غضبها على مسيري النادي، ولذلك فإن من خلال هذا المنطلق رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقوم بأدوار كبيرة من أجل أن يكون فريقه في أفضل درجة من الاستعداد. كرة للفريدي باتجاه نامي وسط الملعب، لمسة على اليمين باتجاه سلمان الفرج، المحاولة هلالية بينية باتجاه ياسر القحطاني خطيرة باتجاه ركيك، لكن أقرب لكريم يتدخل أمام القحطاني وبعد ذلك سهلة لكومباني. آدم جونسون في وسط الملعب باتجاه يايا توري، لمسة بعيدة عن زباليتا ورمية جانبية للزوري. كل مباريات مان سيتي الاستعدادية قبل الموسم الجديد ستشاهدونها مباشرة وحصريا عبر قنواتكم، قنوات أبو ظبي الرياضية، قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يترقب الكل من الآن في 18 من أغسطس القادم. عادل هرماس يحاول المرور في وسط الملعب، عودة من جانب يحيى مسلم، تمريرة بعد ذلك إلى محمد نامي. نامي في وسط الملعب إلى عادل هرماش، مباراة تبقى ودية حتى الدقيقة 20 بدون أي أحداث خطيرة باستثناء فرصة سعد الحاثي. كرة من جانب الفريدي يلعبها على اليمين إلى سعد، لكن التغطية من الدفاع تعود بعد ذلك ممتازة على جهة اليسار للوبيز. خطأ يشير إلى حكم المباراة ضد عبد الله الدوسري ولمصلحة المهاجم سكابوتزي. تيفيس كان في اللقطة بالفعل، خطأ لمصلحة كارلوس تيفيس، الخطأ لمصلحة كارلوس تيفيس. بدأت العلاقة تعود قوية بين تيفيس وروبرتو مانشيني بعد أن كانت صعبة في الموسم الماضي، وربما هذا الشيء يسمح لكارلوس تيفيس أن يبقى مدافعا عن ألوان السيتي اللي يعتبر في حاجة ماسة إلى لاعب بقيمة الأباتشي. كرة بدون تركيز، اقرب لمسلم تركها لخالد شراحيلك، هذا هو القائد كومباني. عادل هرماش يلعب الكره للزوري بعد ذلك لعادل هرماش بوسط الملعب، محاوله هلاليه الان البحث عن الحلول، التراجع من جانب السيتي والكره لمسلم. يحيى يلعب الكره باتجاه الفريدي، ممتازه بلمسه رائعه استقبال الكره وبعد ذلك التمرير الكره من جانب الفريدي. تشعر بموهبة أحمد الفريدي عندما يستقبل كرات حقيقة أو يمررها، لاعب بالفعل ذكي جدا بالنسبة لفريدي، لربما أنه حتى جماهير الهلال تضع أيديها على قلوبها لأنه اللاعب لم يجدد عقده بعد وهو الذي يمتلك موهبة كبيرة. كرة خطيرة للسيتي، محاولة آدم جونسون لكن تمريرة جاءت بالخطأ، يستعيد الهلال في وسط الملعب. التغطية ممتازة من جانب يحيى مسلم، محاولة لسلمان الفرج يبحث عن حل، الهلال يلعب كرة باتجاه الفريدي، الفريدي يلعب كرة جميلة من أحمد ولكنها فوق المرمى، حلوة كانت من جانب أحمد الفريدي لكنها فوق مرمى الحارس بانتي ليمون. كومبوريف اجتمع مع رئيس الهلال أمير عبد الرحمن بن مساعد وطلب منه التجديد لأحمد الفريدي،
مهما كانت الظروف. لذلك كومبوريا يدرك تماما قيمة الفريدي المهارية العالية جدا وفي صناعة اللعب. على أي حال غيابات بارزة الهلال في مباراة اليوم وكذلك الحال السيتي. روبرتو ماشيني جدد عقده مع النادي لخمس سنوات قادمة. تغطية وابعاد الكرة إلى رمية جانبية بعض الجماهير البوسنية حاضرة في مباراة اليوم وتردد اسم إيدين جيكو اللاعب الموجود في البنك الاحتياطي في قائمة سيتي في مباراة اليوم. وسط الملعب كرة من جانب ماركو لوبيز. زابالتا على جهة اليمين. المباريات الودية عادة ما تكون بهذه الطريقة، فيها الكثير من الهدوء، تمرير الكرات، تبادل الكرات بدون أن تشاهد الحافز الكبير لأن يلعب اللاعبين بروح عالية، الحافز لأن يصلوا إلى نتيجة ما. هذا الشيء غير حاضر في المباراة الودية. جماهير السيتي حاضرة في مباراة اليوم. كرة في اتجاه كومباني. زابالتا محاولة مرور افتكاك الكرة ممتازة لمصلحة الهلال. انطلاق على جهة اليسار لسليمان عبد الله يلعب الكرة باتجاه الفريدي خطير الآن وتسديد كرة ولكنها بعيدة من جانب الفرج. انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى الحارس بانتي ليمون. تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء. هذه جانب من الحضور الجماهيري في مباراة اليوم. مانسيو يدافع دبلات والبقية من بين الجهاز الفني للسيتي. اليوم ضد الهلال وبعد ذلك سيقابل فريق السيتي فريق ديرتسن الألماني ثم بعد ذلك بشكتاش التركي قبل مقارعة أرسنال بعد ذلك وديا ثم في آخر تجارب الودية سيقابل منتخب ماليزيا. السيتي سيلعب بهذه المباريات الخمس الودية قبل انطلاقة الموسم وقبل بداية الدفاع عن لقب بطل البريمير ليج. كرة تعود لزابالتا. مباراة عادية جدا. مرة أخرى كرة تعود لمصلحة الرقيق. لاعب تكون في فينورد روتردام أصولا مغربية ولكنه يحمل الجنسية الهولندية. كرة من جانبية توري خلف المدافعين ممتازة خطيرة ولكنها حالة تسلل على المهاجم سكابوتزي. المهاجم الإيطالي الشاب. لحظة تمرير الكرة لاحظ معي سكابوتزي وإشارة بوجود حالة تسلل ضد المهاجم الإيطالي. يقوم كومباري بتجربة عدد كبير من اللاعبين في مباراة اليوم وكذلك الحالي روبرتو مانشيني. الوقوف على استعدادات بعض الأسماء اللي ربما تكون لها دور كبير جدا في الموسم القادم. كرة تعود من جانب عادل هرماش وسط الملعب لعبد الله الدوسري. 26 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول. لا أهداف حتى الآن بين السيتي والهلال. كرة من جانب تيفيز افتك كرة السيتي وحاول المرور. تيفيز مع الدوسري تغطية مثالية ولكن بعد ذلك لمصلحة سكابوتزي. سكابوتزي مع كولاروف. بعت من كولاروف وبعد ذلك كرة إلى رمية جانبية للهلال. كرة باتجاه الفريدي. رمية جانبية بعد تغطية من جانبي يا توري. هذا هو كومباري الذي جاء لتدريب الهلال وهو الذي يعلم انه الزعيم سبق وان دربه ماريو زاكالو وجورج سميث وباولو امارال وسبستيان لازاروني وفان هانجيم وماتورانو ويوزيتش وجيريتس. يعني عدد كبير من الاسماء الكبيره في عالم التدريب على صعيد كره القدم في العالم. بطبيعه الحال اسماء عالميه ما تحدث بها من مدربين سبق وان دربوا الهلال. لذلك جاء للفريق سبق وان درب الكثير من الاسماء العالميه وحققوا معها نجاحات. على هذا الاساس كومبوري يريد ان يكون الرجل الاول الذي يقود فريقه للفوز بدوري ابطال اسيا بمسماها الجديد. كره للفريدي يعود بالكره الخلف الى عادل هرماش. لمسه الرد بعد ذلك للفريدي مره اخرى. البحث عن ياسر. الكره من احمد تمرير بيني ممتازه باتجاه الفرج لكن كومبوري في التغطيه وبعد ذلك الكره فيها ركله مرمى للمان سيتي. ركلة مرمى المان سيتي تغطية مثالية من جانبي فيسنت كومباني. روبرتو مانشيني يعطي تعليمات للاعبيه.
عادة المباريات إذا غاب عنها الحافز فإنها تغيب عنها الكثير من الإثارة. جونسون يحاول انطلاق الاستتيران آدم، لكن التغطية ممتازة من جانب الفرد. كان عادل هرماش لمسة، محاولة في وسط الملعب أقرب لي توري يلعبها، لكن أيضا إلى كريم رقيق يعود بالكرة للخلف باتجاه أيضا كومباني. زابلت لي آدم جونسون، جونسون يلعب الكرة تصل عند توري، خطير للاستتيران كبيرة على جهة اليمين باتجاه زابلت، خطيرة زابلت يلعب كرة عرضية لكنها بعيدة عن الكل. أقرب لي كريم المتقدم، وهذا سكابوتزي مع محمد النامي، صراع بين اللاعبين. تعود إلى كولاروف، لمسة للستيلان، فرصة لبتصني مصطع تيفيز، التغطية المثالية بعد ذلك، وأقرب للدفاع الهلالي مسلم بسهولة يلعب الكرة باتجاه الفرج، خاطئة مسلمة الفرج لكنه يستعيدها بعد ذلك. تيفيز يفتك الكرة يلعبها إلى آدم جونسون، جونسون يحاول مرور، جونسون يمر خطيرة لكن التغطية المثالية من الزوري، وبعد ذلك الركنية الثانية للسيتي بعدما يقارب 30 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول. تشعر بين الهلاليين حقيقة ليسوا في أفضل درجة من الاستعداد على مستوى اللياقي، لا زال ينقسم الكثير على مستوى البدني بالنسبة للفريق الهلالي. كرة انطلاق لمصعد الفريدي، لكن الكرة على ما يبدو خرجت إلى رمية جانبية للمان سيتي، رمية جانبية للمان سيتي. أجواء جميلة تقام فيها مباراة اليوم. كومبوري يتابع وهو الذي جاء للهلال من البي اس جي، من باريس سان جيرمان، وسيكون عليه حقيقة ربما ضغوطات كبيرة للفوز بالألقاب. لابد وأنه مسيري نادي يشعروا بهذا الشيء، بأنه الفريق اعتاد على البطولات، اعتاد على الأمجاد، اعتاد على الألقاب، وبالتالي فإنه أي مدرب يأتي لأن يشغل منصب المدير الفني في الهلال فإنه مطالب بالبطولات. عودة بعد ذلك لهرماس، نام يلعب الكرة إلى يحيى مسلم، 30 دقيقة لعب عادية تماما في شوط المباراة الأول، لا أهداف فيها ولا أحداث تذكر باستثناء فرصة واحدة لسعد الحارثي، وتسديدة من الفرد جاءت فوق مرمى البانتي ليمون، كرة ممتازة من الفرد باتجاه الزوري، خطيرة، فرصة متاحة للهلال، كرة عرضية لمصلحة الفريدي يحاول المرور، التغطية أمام الفريدي يمر، يلعب كرة للقحطاني، الفريدي من رخ، كرة كومباري يتدخل، الجدار الدفاعي للسيتي، كرة مرة أخرى لنامي، لا زالت خطيرة الولتون لمصلحة نامي لكنها طالت عليه، وأقرب لبانتي ليمون على مستوى الفرص الوصول لمناطق الخصم. ربما نقول الهلاليين أكثر وصولا لمناطق السيتي لكن بدون أن يسجلوا حتى الآن، ربما أنه حتى عند اللاعبين انقسم الكثير من الجدية في استغلال الفرص، ومباريات ودية غير مطالبين فيها اللاعبين بنتائج، الفريق غير مطالب بنتائج بقدر ما هو مطالب بأداء، بأن يستفيد في مثل هذه المباريات. خطر مصعد الفرج، كرة تنفذ على جهة اليسار لمصعد الزوري، كان بانطلاقة خطيرة جدا في الجبهة اليسرى للهلال في اللقطة الماضية بالنسبة للزوري، كرة على جهة اليمين، تمريرة باتجاه سعد الحارثي، الهلاليين يوصلون محاولاتهم على مناطق السيتي، تمريرة من جانب القحطاني لكنها بعيدة. كومبوري تحدث مع إدارة الهلال بلغة من الاستغراب، كيف أنهم تخلوا عن ياسر القحطاني حتى ولو بنظام الإعارة، وهو يملك كل هذه الموهبة الكبيرة. انطلاقة لزابريتا، محاولة للسيتي على جهة اليمين، لمسة لسكابوتس يغير مكانه من اليسار إلى اليمين، السيتي يحاول مرور، تمريرة في وسط الملعب الآن لمصلحة بيتون، يلعب كرة ولكنها بعيدة وإلى ركلة مرمى للحارس شرحيل. بعض اللاعبين البدلاء ربما في قائمة الهلال سيقومون بعمليات الإحماء استعدادا لدخولهم ربما في الشوط الثاني. كرة طويلة للأمام الجانبي، سراحيلي محاولة في وسط الملعب تجاه توري، ياسر القحطاني كان قد تلقى عرضا للانضمام إلى مان سيتي في موسم 2008-2009 مع المدرب سفيني غوران إيريكسون، الذي طلب القحطاني لأن يكون بتجربة في
للوقوف على مستوى قبل انضمام للسيتي. بعد ذلك الامور لم تستمر بالنسبه لياسر القحطاني واستمر في الهلال. كره تصل المحاوله لمصلحه الفرج البحثان حل. الفرج في وسط الملعب ينتظر تحرك الزوري. يلعب الكره ل يحيى مسلم الان هرماش. مسلم مره اخرى الفريدي. الفريدي الوانتو لكنها اقرب ل لمصلحه كومباني. تغطيه ممتازه باتجاه الفريدي الان محاوله مرور. الفريدي يبحث عن حل لكن التغطيه والابعاد بعد ذلك وجود خطا ضد احمد الفريدي. مواقف ربما عند بعض اللاعبين. لاحظ الفريدي في بعض الاوقات ربما يعاب عليه انه يتعامل بفرديه مع بعض المواقف وبالتالي فانه يتسبب في ضياع بعض الفرص لفريقه. وهذا لا يقلل من موهبته الكبيره جدا. 53% استحوذ الكره او استحوذ على الكره مان سيتي مقابل 47% للهلال. نسبه وان كانت متقاربه لكن السيتي يملك بعض الافضليه في السيطره على اللعب. كره في وسط الملعب محاوله الان لنير بيتون. ادم جونسون لمسه على جهه اليسار باتجاه الكسندر كولاروف. تغطيه من نامي وبعد ذلك الكره تخرج. محاولة الكسندر كولاروف المدافع اليساري في المان سيتي. ادم جونسون يمر امام سعد الحارثي. كره في وسط الملعب لمصلحه سيتي بطل البريمير ليج. يستعد من الان لموسم صعب بطبيعه الحال. سيكون صعب وصعب جدا مع الصفقات المدويه لتشيلسي هذا الموسم. ربما نقول مع انتظار صفقات هامه ايضا للفرق الاخرى لمان يونايتد لارسنال لليفربول لتوتنهام الذي قام ببعض الصفقات المهمه بالنسبه لسبورتس. كره من جانبيه توري ممتازه على تياتي اليسار خطيره ولكن حاله تسلل على ادم جونسون. حاله تسلل على ادم جونسون. سبيرز بدأ الموسم بصفقة على مستوى الجهاز الفني. لاحظوا تمريرة توري كان متسللا فيها آدم جونسون. سيكون فيلاس بواش المدير الفني الجديد لتوتنهام. وبطبيعة الحال كما يعلم الكل البريمير ليج سنة عن أخرى يزداد صعوبة يزداد قوة ويزداد إثارة وبالتالي فانه سيتي ربما لن يجد فرصة سهلة للمحافظة على اللقب. الفريدي يحاول او كانت من جانب سليمان عبد الله تغطيه وعوده بعد ذلك للسيتي. الهلال سيحاول بحث انه استعاده لقب اللي فقده في الموسم الماضي على مستوى الدوري محليا. سيحاول البحث عن بطوله اسيا كاريا وسيحاول ايضا الجمع بين بعض البطولات الاخرى. هذه كره تعود اقرب لشراحيلي طويله للامام. القحطاني محاول امام فيسين كومباني. تكوين بدني ممتاز لكومباني حقيقة المدافع القوي. بدلاء الهلال يقومون بعملية الإحمام بينهم الشلهوب. محمد الشلهوب أيضا ربما يكون بين الخيارات المتاحة في شوط المباراة الثانية أو ما يتبقى من دقائق في الشوط الأول. نتحدث عن فريق يقوم باستعداد مهم في ألمانيا معسكر مهم على مستوى الفريق الأول. نتحدث عن فريق يقوم بمعسكر لفريقه الأولمبي هنا في النمسا. ونتحدث عن مدرسه سيشرف عليها الاتحاد الاسباني اللعبه لكره القدم. بطبيعه الحال هذه الاشياء تحسب الهلاليين. كره من جانب ادم جونسون خطيره لكن الدفاع تدخل. دفاع تدخل من جانب يحيى مسلم. الحارث يلعب الكره باتجاه نامي اقرب للدفاع الفرج يحصل عليه الان. يلعب باتجاه الفريدي لمسه جميله للحارث. انطلاقه هلاليه الان والبحث عن حل. يلعب الكره باتجاه القحطاني. ياسر يحاول في وسط الملعب. ترك الكره للموهوب الفريدي. احمد يلعب كره بينيه تصل لمصلحه سلمان الفرج. لمسه الان لصانع الالعاب الفريدي مره اخرى. الفريدي يحاول تمرير الكره باتجاه الزوري خلف المدافعين ولكن مع وجود حاله تسلل ضد الزوري. سافيج وبقيه لاعبي البنك الاحتياطي للسيتي. اي حاله تسلل اطلاقا ليست حاله تسلل. وانا لم ادرس التحكيم ربما في حياتي ربما لن احتسب هذه لقطه التسلل لانه لقطه واضحه جدا. لم يكن الزوري متسللا في اللقطة الماضية. تمريرة الفريدي. لاحظ الأسماء الشابة عند السيتي يقومون بعملية الإحماء. كرة تعود بعد ذلك في وسط الملعب للفرج.
الهلالية الكرة في وسط ملعب الفرج سميرة خلف المدافعين باتجاه سليمان عبد الله، يحاول وصول الكرة، يصل إليها بالفعل لكنه بعد ذلك يفقدها بسهولة لزاباليتا. ينقص الفريق الكثير على المستوى البدني بالنسبة للهلال، ولاحظ هذا الشيء في الكثير من المواقف في مباراة اليوم. نعلم انه لاعبينا في فترة الإجازات على مستوى العربي يتحدث لا يكونوا في أفضل درجة من الاستعداد البدنية في فترة الإجازات، ربما بعد العودة من الإجازة يحتاجون إلى وقت طويل من أجل أن يكونوا في أفضل درجة من الاستعداد بدنيا. كرة في وسط الملعب اتجاه الفرج، تمريرة إلى جهة اليسار عن طريق الزوري، عبد الله الزوري إلى عادل هرماش، محاولة في وسط الملعب اتجاه عادل هرماش، الآن محاولة هلالية آخر 7 دقائق وأقل على نهاية الشوط الأول. فريدي في مكان مثالي ينتظر تحرك الحارث، يلعب كرة باتجاه القحطاني، القحطاني يمر يلعب كرة ولكنها تصدم في كومبري، تعود مرة أخرى إلى نامي، نامي يلعب الكرة بالخطأ باتجاه ياتوري، جميلة جدا من ياتوري. مباراة تشعر بأنها تلعب بأقل مجهود حقيقة من جانب الفريقين، وهذا هو الوضع الطبيعي في المباريات الودية. تيفيز يلعب الكرة إلى ياتوري، مثل ما اللاعبين بطبيعة الحال يستعدون لحد هذه الكرة خطيرة لمصلحة السيتي، لكن التغطية من جانب الفرج. تلاحظ عودة دائما لسعد الحارثي على مستوى الجهة اليمنى، مطالب بأدوار دفاعية. هذا الشيء يعني أنه كومبري يعتمد فقط على ياسر القحطاني في الهجوم وحيدا. لمسة كرة في وسط الملعب اتجاه ياتوري، ياتوري يلعب الكرة تصل إلى كارلوس تيفيز، لمسة بينية ولكنها بدون تركيز بعيدة وركلة مرمى للهلال. الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا سيقابل فريق أولسان الكوري. مباراة الذهاب ستقام في مدينة أولسان الكورية، ومباراة العودة ستقام في الرياض. كما تلاحظ البدلاء سيتي كما نشاهد في اللقطة الماضية، سافيتش المدافع الاحتياطي، ستيفن سافيتش من بين البدلاء في مباراة اليوم. زاباليتا يلعب الكرة للخلف، أيضا سيرخيو أغويرو من بين البدلاء في نزال اليوم. كرة تعود لمصلحة آدم جونسون، متوقع أنه ماشيني أيضا سيعطي فرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين في الشوط الثاني دخول في هذه المباراة. كرة من جانب الفريدي إلى الحارثي على جهة اليمين، انطلاق الآن، محاولة مرور لكنها أقرب لكولاروف. فانتي ليمون إلى زاباليتا، لمسة بعد ذلك ممتازة باتجاه ياتوري، محاولة مرور على جهة اليمين أمام عادل هرماش بالفريدي. ياتوري ينطلق يمر الآن من أكثر من لاعب، كرة لا زالت مصلحة السيتي لكن التغطية ياتوري يلعب كرة ممتازة إلى آدم جونسون، جونسون في مكان خطير وفرصة متاحة للسيتي، يلعب إلى كولاروف، ضاعت من كولاروف، وأعتقد أيضا أنه متسلل بالنسبة لأليساندر. روبرتو ماشيني يريد معرفة قدرات ماركو لوبيز، بيتون، لوكاس كابوتزي، الأسماء الاحتياطية، لاحظوا هنا أيضا يوجد تسلل على المدافع الأيسر كولاروف في اللقطة الماضية. 3 دقائق على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة التي تدار من جانب طاقم تحكيم نمساوي في مدينة أنسبروك وملعب تيفولي، الملعب الذي كان يحتضن استعدادات الفريق الإسباني في بطولة اليورو، يورو 2008 التي استضافتها النمسا مع سويسرا وفازت إسبانيا بلقبها. كرة تعود مرة أخرى في وسط الملعب بدون تركيز، أقرب لنامي يلعبها إلى سلمان الفرج، هرماس يعود بالكرة إلى الفرج مرة أخرى، تمريرة بينية ولكنها بدون تركيز بعيد عن القحطاني والفريدي، أقرب للسيتي ولكنها أيضا بعد ذلك بدون تركيز، تشعر بأنها مباراة بالفعل ودية بدون أي محاولات خطيرة، بدون أي فرص. المهم أن يتم الاستفادة من هكذا مباريات سيتي للموسم الجديد للبريمير ليج والهلال، وهذا أهم بالنسبة للفريق الأزرق من أجل أن يكون في أفضل درجة من الاستعداد قبل الاستحقاق الآسيوي. كرة إلى عادل هرماش يلعبها باتجاه نامي في وسط الملعب الفريدي،
الفريد يلعب كرة إلى الفرج، لمسة ممتازة على تياس اليسار، تمريرة هلالية على اليسار وكرة من جانب الزوري لكنها بعيدة وإلى ركلة مرمى. حلوة الكرات أو تناقل الكرة بين لاعبي الهلال في اللقطة الماضية ولكنها بعد ذلك جاءت بعيدة عن مرمى الحارس كوستال بانتي ليمون الحارس الروماني في قائمة مان سيتي. طويلة الكرة للأمام، محاولة في وسط الملعب اتجاه الهرماش. سعد الحارثي يلعب الكرة باتجاه هرماش مرة أخرى. تشعر بأن عادل هرماش أكثر اللاعبين استعدادا على المستوى البدني في الهلال ويقوم بأدواره كما ينبغي بالإضافة إلى الفرد والفريدي. عودة بعد ذلك لعبد الله الدوسري ثم للوافد الجديد هذا الموسم يحيى مسلم. أول سنة في الهلال اللاعب القادم من الرائد. غياب بطبيعة الحال وانتقال أسامة هوساوي لابد وأنه يكون له تأثير على مستوى دفاع الهلال وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك صفقة على مستوى دفاع الهلال. كرة من جانب الفريدي خلف المدافع باتجاه القحطاني، كومبري يتدخل، تصل لمصعد سليمان، عبد الله يمر على جهة اليسار يلعب كرة عرضية لكن التغطية وإلى ركنية أولى للهلال في المباراة. كالمعتاد صناعة اللعب الخطورة في الهلال تبدأ من صاحب الرقم 15 الفريدي، هو من يقوم بكل شيء على مستوى صناعة اللعب حقيقة في الفريق الأزرق. هذه محاولة على يمين حارس بانتي ليمون، الفريدي يلعب الكرة تصل لمصلحة الهلال مرة أخرى من جانب سليمان للفريدي، تغطية أمامه وأيضا إبعاد الكرة من جانب دفاع السيتي ونحن على بعد ثواني الأخيرة في نهاية الشوط الأول. خطأ لمصلحة السيتي ينفذ مباشرة باتجاه ياتوري. وسط الملعب محاولة مرور لكن أقرب لدفاع الهلالي. الوقت القانوني انتهى وصافرة حكم المباراة تنطلق في هذه الأثناء نهاية شوط المباراة الأول في المباراة الودية بين مان سيتي والهلال السعودي استعدادا للموسم الجديد. الشوط الأول انتهى عند التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. سيداتي وسادتي لا تذهبوا بعيدا، نلتقي مع حضراتكم مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. فاصل وتحول بالكلمة إلى الزميل حامد الحارثي.